أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات ترياق. يشكل الدم ما نسبته 8% من كتلة جسم الإنسان، إلا أن أهميته تتعدى هذه النسبة بكثير، فهو الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون. كما أن للدم فوائد كثيرة وفوائد جمة لا تحصى، فهو المصدر للطاقة والبروتين والهرمونات، وهو مصدر للدفاع عن جسم الإنسان والمناعة. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون تحت عنوان هيموغلوبين، فابقوا معنا. الدم هو نسيج ضامن يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما والصفائح الدموية، وهو ضروري جداً للكائنات الحية، فلا حياة لها بدونه، حيث يشكل الدم 8% من كتلة الجسم. فإن كانت كتلة شخص معين 60 كيلوغراماً، فإن 4.8 منها الدم، أي ما يقارب 5 لترات. وللدم وظائف عديدة. يتكون الدم من عدة عناصر تشمل المكونات الرئيسية له. البلازما، يمثل هذا المكون الرئيسي من الدم حوالي 55% من حجم الدم، ويتكون من الماء مع العديد من المواد المختلفة الذائبة. تحتوي البلازما على أملاح وبروتينات وخلايا دم، كما تنقل البلازما المغذيات والسكريات والدهون والهرمونات والغازات والمخلفات الموجودة في الدم. خلايا الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء، تحدد هذه الخلايا نوع الدم، وهي أكثر أنواع الخلايا وفرة في الدم. لا تحتوي خلايا الدم الحمراء على نواة، لكنها تحتوي على ملايين من جزيئات الهيموغلوبين. هذه البروتينات التي تحتوي على الحديد تربط جزيئات الأكسجين التي تم الحصول عليها في الرئتين ونقلها إلى أجزاء مختلفة من الجسم. خلايا الدم البيضاء تلعب دوراً مهماً في الجهاز المناعي والجهاز الليمفاوي عن طريق الدفاع عن الجسم ضد العدوى. هذه الخلايا تدمر وتزيل مسببات الأمراض والمواد الغريبة من الجسم. رجاءكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وللحديث حول هذا الموضوع بصورة أكثر تفصيلاً وشمولاً نستضيف وإياكم الدكتورة شادية بنت آفاق أحمد الخان، استشاري أمراض الدم بدائرة خدمات بنوك الدم. أهلاً وسهلاً فيك دكتورة في برنامجنا. حياك الله دكتورة. احنا ذكرنا في مقدمتنا بعض أو تعريف بسيط عن الدم وأهم مكوناته. نعم. أريدك توضحي للسادة المشاهدين ما أهم مكونات الدم، وظائف أو وظيفة كل مركب من هذه المركبات. نعم، هو الدم نسيج سائل. نعم. يعني يمثل 8% من وزن جسم الإنسان. نعم. ويتكون الدم، يعني لو تأخذ الدم، الجسم الإنسان يحتوي على 5 إلى 6 لترات من الدم. صحيح. ولو نيجي نشوف على دم، يعني 40% من الدم هو جزء خلوي. نعم. واللي هي الخلايا الحمراء، الخلايا البيضاء والصفائح الدموية. نعم. بينما 60% هي البلازما أو السائل الأصفر. طبعاً. نعم. البلازما يحتوي على الهرمونات، على الأجسام المضادة، يحتوي على الكثير من البروتينات اللي يحتاجها الجسم. نعم. فهو يعني سائل معجزة، ولم يتم حتى الآن صنع مثله من الإنسان، يعني فلم. نعم. يتم صناعة الكريات الحمراء، ولم يتم صناعة
الكريات البيضاء أو الصفائح، فالإنسان هو المصدر الوحيد للدم. أما لو جينا على مهام الدم يعني فالحديث ذلك يطول، بس المهام الأربع الأساسية للدم فهي نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، نقل الغذاء من الكبد والأمعاء إلى جميع أجزاء الجسم، المناعة من الوظائف المهمة من الأجسام المضادة والكريات البيضاء كلها موجودة في الدم، صحيح تصنع في نخاع العظم بس تكون موجودة بعدين في الجسم في الدم. وأيضا الدم يمنع النزيف، وفي نفس الوقت توجد فيها البروتينات اللي تمنع أيضا التخثر. فهذه الوظائف المهمة. هذه الوظائف الأساسية، ومثل ما تفضلتي وقلتي بأن الوظائف كثيرة لا تعد ولا تحصى. جملة جدا عجبتني دكتورة اللي هي السائل المعجزة، ويمكن تكمن كلمة المعجزة بأن إلى الآن رغم التطور وغيره ما يقدر الإنسان أنه يواكب صنع مادة معينة تساوي الدم، لذلك يحصل عليه الإنسان إن احتاج إليه بالتبرع من إنسان آخر. نعم صحيح. فنروح لموضوع التبرع بالدم، ما هي شروط التبرع بالدم بشكل عام؟ هي التبرع بالدم عملية بسيطة بكل خطواتها، ما تستغرق أكثر من نص ساعة إلى 45 دقيقة. حلو. طيب. طبعاً فيها يتم سحب 450 ملي لتر من الدم، يعني قرابة نصف لتر أو أقل. نعم. بالضبط من المتبرع، ومن يعني من بعدها يتم يعني فصل مكونات الدم في المختبر الى ثلاث مشتقات، عاده الكريات الحمراء والبلازما والصفائح. فالمتبرع الواحد يمكن ينقذ يعني حياه ثلاثه اشخاص. نعم. حسب حاجه كل شخص. نعم. والتبرع بالدم في انواع، طبعا في طبعا المتعارف بين الناس التبرع هو التبرع الدم بكل اجزاء، بس في اجهزه موجوده معنا في بنك الدم عن طريقها يمكن تبرع فقط بالصفائح أو فقط بالكريات الحمراء أو فقط بالبلازما على حسب احتياجات المرضى ونوعية الدم اللي هم يحتاجونها. نعم. ثم بعد ذلك بعد أخذ العينات هذه لابد من إجراء بعض الفحوصات عليها طبعاً. نعم. شو هي الفحوصات اللي تجروها على التأكد من صحة وسلامة ومطابقة هذا الدم؟ هو طبعا الفحوصات اللي نهتم فيها هي الفحوصات اللي قد تنتقل من دم المتبرع الى المريض، فاللي هي الامراض المعديه. نعم. منها طبعا اللي هي الموصي بها من منظمه الصحه العالميه هي فحص الايدز، المرض يعني فيروس المكتسبه. نعم. فيروس الايدز، فيروس التهاب الكبد الوبائي باء والتهاب الكبد الوبائي جيم، وايضا مرض الزهري، وايضا الملاريا. فهذه هي الفحوصات التي لازم تجرى على كل وحدة دم قبل إعطائها للمستقبل. نعم. 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 وإذا نعم. كان أي شيء فيها مثلا نتائج إيجابية فطبعا هذه لا يتم استخدامها، وبعدين طبعا يتم التعامل مع المتبرع بطريقة يعني جدا سرية وتوجيهه إلى الجهة الاختصاصية المناسبة حسب ما اكتشف في فحص الدم. نعم. على سبيل المثال الفئات الأكثر مستفيدة دكتورة، يعني في حالات طارئة وحالات نسميها باردة أو ممكن حتى تؤجل، لكن الكل أو الكثير محتاج لهذا الدم مهما اختلف النوع أو المركب أو الجزء من هذا الدم، فمن هم المستفيدون من التبرع بالدم؟ هو طبعا حاجة المجتمع، يعني أي مجتمع فيها حوادث، فيها عمليات، فيها أمراض تحتاج إلى دم. نعم. يحتاج يعني فيها يكون في حاجة مستمرة للدم طبعاً. نعم. فالفئة اللي يحتاجوا دم بصفة دائمة اللي هم مرضى الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا. نعم. الأنيميا المنجلية في بعض الحالات، وأيضاً مرضى تكسر الخلايا الحمراء بصفة مستمرة. نعم. نفس الشيء المرضى اللي يكون عندهم فشل كلوي أو فشل النخاع، هؤلاء المرضى يحتاجون الدم بصفة دائمة. نعم. وفي نفس الوقت مثل ما ذكرت في هناك حالات تحتاج إلى دم بصفة طارئة مثل الحوادث، يحتاجون مثلا وحدات كثيرة. نعم. في يعني في الدفعة الواحدة مثلا عمليات الولادة، فهذه نفس الشيء تحتاج. ولو أذكر لك مثال على مثلا عملية زراعة الكبد، يحتاج فيها المريض إلى تقريبا من 40 إلى 50 وحدة دم.
يعني وهذه هذا دم من كم شخص تقريبا؟ 100 شخص او اكثر. نحن والله نحاول في ذي الحالات يعني يكون المتبرع بطريقه انه نقلل من عرضه المريض للمتبرعين. نعم. فيكون البلازما ليس فقط الكريات الحمراء، في ذي الحاله يحتاج المريض البلازما والصفائح والكريات الحمراء. نعم. مع بعض. ونفس الشيء مثلا المرضى الذين تتم لهم عمليه زراعه النخاع يحتاجوا الى الدم في فترات قد تصل الى 4 أسابيع. نعم. على بصفه يوميه يحتاج الى الكريات الحمراء ويحتاج ايضا الى الصفائح. دكتوره، بعد اتمام عمليه التبرع واخذ وحدات الدم، كيف يتم الحفاظ والمحافظه عليها وعلى سلامتها؟ هو حبيت اذكر شيء يعني. نعم. ايضا انه عمليه التبرع بالدم هي وظيفه انسانيه كبيره. نعم. والشخص الذي يتبرع انما يعني يحيي البشر. نعم. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. نعم. فهي يعني وظيفه انسانيه ساميه للبشر بجميع اجناسهم بجميع دياناتهم. ويجب أن تكون عملية التبرع بالدم عملية تطوعية وليست من أجل المال أو من أجل أي عملية إنسانية، فلذلك تكون تطوعية بالضبط. فيعني طبعا دائما نحن نتمنى ونشكر المتبرعين على عملهم السامي والكبير هذا. طبعا نرجع لسؤالك دكتور يونس. نعم. فبعد ما يتم تجميع الدم يتم نقله إلى مختبرات بنوك الدم. نعم. نحن في بنك الدم المركزي ببوشر في ظروف نقل محدده من حيث درجه الحراره، ونفس الشيء الفتره الزمنيه التي يتم فيها نقل الدم من قصدك مكان التبرع الى المختبر الرئيسي. نعم، لانه نحن بعد نطلع يعني خارج بنك الدم ايضا للتبرع، خاصه في الاماكن التجاريه وغيرها من الاماكن. نعم. والكليات. نعم. والجامعات. فطبعا من بعد ذلك يتم فصل وحده الدم الى 3 مشتقات من الدم، الكريات الحمراء، البلازما والصفائح، في فترة محددة. ومن بعدها يتم حفظ كل مكون في درجة حرارة مناسبة له. نعم. فمثلا لو أضرب لك المثال على الكريات الحمراء يتم حفظها في درجة حرارة من 2 إلى 6 درجة مئوية باردة. نعم. بينما الصفائح أكثر على من 22 إلى 24 درجة مئوية. ونحن نعمل أيضا اختبارات الجودة على كل مكون من مكونات الدم. نعم. أساسا هي تكون مطابقة للمعايير العالمية. دكتورة، ما حاجة مستشفياتنا في الوضع الحالي والوقت الحالي للدم؟ هي حاجة ماسة وحاجة مستمرة للدم. وطبعا لو أنا أضرب لك المثال، مثلا مستشفى السلطاني يحتاج شهريا 3000 وحدة دم، بينما مستشفى خولة احتياجهم يتراوح من 600 إلى 800 وحدة دم شهريا. فهي الحاجة مستمرة، وأي مجتمع فيها عمليات ومثل ما قلت حوادث، فدائما يكون في يعني طلب على الدم للمرضى. واضح واضح دكتورة. وأتمنى من السادة المشاهدين من يسمعنا في هذه اللحظة ومن هم في عندهم القدرة والقابلية للتبرع بالدم وللمبادرة بهذه المهمة الإنسانية الكبيرة. عزيزي المشاهد، هذا الدم السائل الأحمر الهام الذي يعتبر شريانا للحياة، قطرات منه قد تعني حياة لغيرك، فبادر بالتبرع بالدم متى ما انطبقت عليك الشروط ومتى ما كنت قادرا على ذلك. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفتنا الدكتورة شادية بنت آفاق أحمد الخان، استشاري أمراض الدم بدائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة. شكرا مرة أخرى دكتورة. شكرا جزيلا على تطرقكم لهذا الموضوع المهم اللي هو موضوع التبرع بالدم. شكرا لك دكتورة. وأنتم أعزائي المشاهدين وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا منا أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.